فمن وقع في الكفر وقع الكفر عليه مباشرة. من سجد للصنم فهو كافر مرتد عن الإسلام أيا كان وفي أي موضع كان، ومن لبس الصليب فهو كافر مرتد عن الإسلام أيا كان وفي أي موضع كان، ومن ذبح لغير الله ومن استغاث بغير الله كل هؤلاء كفار مرتدون عن الإسلام. أكثر من يدندن حول هذه المسألة هم المرجئة والجهمية، ونحن نقول مرجئة جهمية باعتبار أن يفهم طالب العلم، لأنه في باب الإيمان يقررون مذهب المرجئة، وفي باب التكفير هم جهمية، والله إن الجهم بن صفوان أحسن حالا منهم بكثير. ويأتي إن شاء الله تعالى مقارنة بين هؤلاء المعاصرين الآن الذين يسمون أنفسهم بالسلفيين، وأكثرهم زنادقة أنهم يسمون أنفسهم بالسلفيين، والجهم بن صفوان أحسن حالا منهم. سيأتي من رؤوس الحدادية أحمد الحازمي. أحمد الحازمي قد توجه للسلفية على ضعف ثم استمر على ذلك، فأصبح يفتش عن مسائل يخالف بهذا الرجل أمثاله، فدخل في مسائل الإيمان والعذر بالجهل حتى غلا في هذه المسائل وصار لا يعذر بالجهل، ثم بلغ به الغلو إلى أنه يدندن على كفر من لا يعذر بالجهل، يكفر من لا يعذر بالجهل. وسمعت له لقاء في مصر أو درسا في مصر أكثر من ساعة، عنوان اللقاء أو مضمون العنوان ذكر أدلة من لا يعذر بالجهل ورد عليهم. كنت أظن، واللقاء مرئي، كنت أظن أن سيأتمع بكتب كثيرة وسينقل أقوال المخالفين له ويرد عليهم. رأيت في التصوير لا يوجد عنده أمامه ولا كتاب، ثم أخذ يتكلم إلى أن وصل تقريبا الدقيقة 50 أو أكثر، كلام عام. ثم ماذا قال؟ هذا هو الرد. قال إن هؤلاء الذين لا يعذروا بالجهل يتمسكون بكلام ابن تيمية، وابن تيمية عالم واسع الاطلاع، فلا يصح أن نعتمد على فهمهم، بل نعتمد على فهم الشيخ الإسلام محمد الوهاب. وشيخ محمد الوهاب يفرق بين المسائل الجلية والخفية، فإذا قول ابن تيمية التفريق مسائل جلية وخفية وانتهى البحث. هذا كلام عجيب، يعني لا تدري من كان من رجل عاقل أو مجنون أو صاحب هوى أم ماذا؟ يعني تريد أن تجعل جميع العلماء إلى كلمة الشيخ الإسلام محمد الوهاب في هذه؟ ثم الشيخ الإسلام محمد الوهاب، وأنا لا أريد أن أطيل، ذكر في الدروس السنية، قال نال كف من عبد الصنم على قبر عبد القادر البدوي، وعلى قبر الجيل لا 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 وعلى قبر نعم قال البدوي وعلى عبد القادر، قال نال كف من عبد الصنم على قبر عبد القادر وعلى قبر البدوي لعدم وجوه من ينبههم، إلى آخر كلامه وكلام. ولا أريد أن أطيل في مثل هذا أيضا، وهذه أمور ظاهرة وصرح أنه لا يكفر بها. فالمقصود أن محاولة، وفي شرح المفيد المستفيد قد بيّنت كلام الشيخ محمد الوهاب وحبذا أن يرجع إليه. فالمقصود أنه اختزل البحث كله في مثل هذا. ثم ماذا قال؟ انتبه لهذه الشبهة. قال، وتذكرت شبهة ذكرها الجربوع وسأرجع إليها، قال الآن باتفاق العلماء كلهم إلا المعتزلة أن من ذبح، أن من زنى يقال زان، فالفعل من فعل الفعل الوصف فإنه يتعلق بفاعله، فمن زنى يقال زان. قال إذن من ذبح يقال مشرك. قال ولم يخالف في ذلك إلا المعتزلة. يقال التأصيل صحيح لكن التطبيق غير صحيح. انتبهوا يا أخواني، من زنى يقال زان، لكن هل يحكم بفسقه؟ هذا بحث. القول بأنه فاسق هذا حكم. مثل من ذبح لغير الله يقال ذابح، لا يقال مشرك، يقال ذابح، لكن هل يحكم بشركه؟ هذا بحث. فإذا من ذبح يقال ذابح، ومن زنى يقال زان، لا يقال من ذبح يقال مشرك. هذا الحكم والبحث مع المعتزلة، في أنهم لا يعلقون، لا يجعلون الفعل وصفا لصاحبه، لا يجعل الذبح وصفا لصاحبه، لا يقال في الذابح في من ذبح ذابح، ولا يقال في من زنى زان. وهذا أصل، وهذا من خلاف، من أسباب خلافه في قوله سميع بلا سمع إلى آخره. فإذا هو خلط بين الوصف الذي نتج من الفعل وبين الحكم. من زنى يقال زان وحكمه فاسق، ومن ذبح يقال ذابح وحكمه مشرك. لكن هل الحكم ينزل عليه؟ تنزيل الحكم على الأعيان عند من يخالف ويرى العذر بالجهل يقول يرجع إلى توافر الشروط انفاء الموانع، ومن لا يعذر يقول في الجهل لا أعذر، أما في الإكراه فأعذر، إلى آخر البحث.
فهذا الخلط هو الذي أصار سبب تيه عند الحازم، وهو الدليل الوحيد الذي ردده في هذه المحاضرة الطويلة، فخلط في هذا الأمر الواضح البين. نسأل الله لنا جميع الهداية. فإذا الحازمي غلا في هذه المسألة، وقلت لكم لما رأى أقواما شدوا عليه واعتمدوا على كلام الشيخ ربيع والشيخ عبيد وامثالهم، ذهب وتمسك بهذه المسائل للطعن فيهم، واتكى على كلام الشيخ صالح فوزان في مسألة العذر بالجهل، فاجتمع حوله شباب، وأكثر هؤلاء الشباب من العرب من العجم أو من العرب الذي عاشوا بلاد العجم، فتأثروا به. فلما تأثروا به تمنوا مسألة العذر بالجهل، وكانوا يتكئون ويرجعون إلى كلام الشيخ صالح فوزان. مع مضي الأيام وجدوا فتاوى الفوزان لا يعذر فيها بالجهل، أما الحازمي فهو مضطرد، فصار يحرجهم من يخالفهم بفتاوى الشيخ صالح فوزان عذر فيها بالجهل. والمشهور عن عدم العذر بالجهل، نعم توجد فتاوى نقلتها بنصها في جوابع بعض الفضلاء في المقال، ومن شاء يرجع لي. فقالوا الفوزان عنده اضطراب واستطال علينا خصومنا، فتركوا الشيخ صالح فوزان وتعلقوا بالحازمي. تدرون ما النتيجة؟ النتيجة أنه أصبحوا أهل غلوم في هذه المسألة. فمشت بهم الأيام حتى ذهبوا إلى ساحات القتال مع داعش والنصرة. رأيتم من كونهم سلفيين إلى داعشيين بسبب الحازمي، فأضلهم الحازمي وأضرهم بسبب الغلو في هذه المسألة. والحمد لله قبض على الحازمي من سنين وهو مسجون، نسأل الله أن يهديه ولا يخرج من السجن حتى يكف الناس من شره. طيب شيخ، حال عبد الله الجربون شيخ، ما حكم المرجئة وما حكم من يصف الذين يعذرون بالجهل بأنهم دخلوا في طائف دخلوا مع المرجئة في معهدهم؟ أولا لا بد أن نقول من هم المرجئة. المرجئة ليقولون لمن عمل القلب، ولكن قولهم هذا باطل لا شك فيه، لأن النصوص كلها تدل على أن الإنسان إذا عصى الله عز وجل نقص إيمانه. وأما العذر بالجهل فهذا مقتضى النصوص، ما يستطيع أحد أن يأتي بدليل يدل على أن الإنسان لا يعذر بالجهل أبدا، حتى أصدر رسالة يعذر بها الإنسان. قال الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ولولا العذر بالجهل لم يكن لإرسال الرسل فائدة، لكان الناس يلزمون بمقتضى الفطرة ولا حاجة لإرسال الرسل. فالعذر بالجهل هو مقتضى أدلة الكتاب والسنة، وقد نص على ذلك أئمة أهل العلم، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. لكن قد يكون الإنسان مفرطا في طلب العلم فيأثم من هذه الناحية، يعني بمعنى أنه قد يتيسر له أن يعلم لكن لا يهتم، أو يقال له هذا حرام ولكن ما يهتم، فهنا يكون مقصرا من هذه الناحية ويأثم بذلك. أما رجل عاش بين ناس يفعلون معصية ولا يرون إلا أنها مباحة ثم نقول هذا يأثم وهو لم تبلغه الرسالة، فهذا بعيد. ونحن في الحقيقة يا أخواني لسنا نحكم بمقتضى عواطفنا، إنما نحكم بما تقتضيه الشريعة، والرب عز وجل يقول إن رحمتي سبقت غضبي، فكيف نؤاخذ الإنسان بجهله وهو لم يطرأ على باله أن هذا حرام؟ بل إن شيخ الإسلام محمد بن الوهاب رحمه الله قال نحن لا نكفر الذين وضعوا صنما على قبر عبد القادر الجيلاني وعلى قبر البدوي لأن لجهلهم وعدم من ينبههم. هنا الحكم ايش؟ المرجئة لم أعلم أن أحدا أخرجهم من الإسلام، هم لا شك أنهم ضالون وأنهم مخطئون وأن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان كما تدل على ذلك نصوص كثيرة، وأن عدم القيام بالعمل الصالح ينقص الإيمان.
جاءتهم البينات، هل يؤخذ من هذا حفظكم الله أن عذر الجهل مطلقا؟ اي نعم، حتى عباد القبور الذين تفعل. نعم حتى عباد القبور. الصحيح أنه لا فرق، وأن الدين كله واحد. نعم. فضيلة الشيخ، الجاهل هل يعذر بالشرك الأكبر؟ يعذر بكل شيء، لكن بشرط أن لا يكون قد فرط في طلب الحق. والشرط الثاني أن لا يعرف نفسه أنه مشرك، يعني بمعنى أنه لا ينتسب الإسلام. ولذلك المشركون الآن مشركون لا شك، لكن الذين لم يبلغهم عن الإسلام شيء أو كانوا مسلمين ولكنهم مشركون ولا يدرون، فهؤلاء محظورون. الشرط الثاني أن لا يكون أن لا يعرف نفسه أنه مشرك، فإذا عرف نفسه أنه مشرك فهو غير معذور. سائل أو امرأة كانت تعيش في بعض البلاد الأوروبية في أفريقيا، قالت وفيت هذه المرأة وكانت تطوف حول القبور وتذبح لها، وليس هناك من العلماء أو من علماء التوحيد من يبين لها، وقد كانت تجهل هذا الأمر، هل تكون معذورة؟ وهل يجوز لأولادها ومن أراد الدعاء لها أن يدعو لها؟ لكنها تدين بالإسلام، هي تدين بالإسلام لكنها تفعل شركا لا تدري عنه ولم ينبهها أحد عليه، وليس عندها من ينبهها، فهذه مسلمة، تعتبر مسلمة، يصلى عليها وتدفن مع المسلمين ويدعو لها أولادها، لأنها جاهلة لم تنبه على هذا ولم تعلم بهذا وليس عندها علماء ينبهونها وهي تدين بالإسلام، فهي جاهلة. وقد قال الله تبارك وتعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. يجوز تكفير الشخص بعينه إذا ارتكب ناقضا من نواقض التوحيد كما دعا، كما أنه لو دعا أو استغاث بغير الله ظنا منه أن من يدعوه أو ينذر له صاحب مكانة عالية عند الله ويظن أنه يستشفع له عند الله أو يشفع له عند الله. لا يجوز تكفيره إلا بعد قيام الحجة، ينظر يبين له، فإذا أصر بعد البيان حينئذ يحكم بكفره، لكن قبل ذلك قد يكون جاهل، قد يكون متأول، قد يكون تكلم كلمة سوق لسان، مثل الرجل اللي فقد راحلته قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، يخاطب الرب سبحانه سوق لسان بشدة الفرح، قد يكون تكلم كلمة سوق لسان، وقد يكون تكلم بها متأول، وقد يكون جاهل، فلا بد أن تعلم حاله، يبين له، فإذا أصر بعد البيان حكم بكفره. نعم. وخيرا، يقول سائل: هل يجوز تكفير من استغاث بغير الله وذبح لغير الله بعينه، مثل أن تقول فلان مشرك؟ جزاكم الله خيرا. نعم. من استغاث بغير الله أو ذبح لغير الله هذا شرك، استغاث بغير الله. الله تعالى يعني الاستغاثة هي دعاء مكروه، دعاء مكروه، والدعاء دعاء عام، والاستغاثة تكون بمكروه. والله تعالى قال: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولو نبيوك مثل خبير. فمن دعا غير الله فهو مشرك من الصدران. وكذلك أيضا الذبح لغير الله هذا شرك. يقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي يعني ونبعي ونم حياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. قال سبحانه: فصل لربك وانحر. فمن ذبح لغير الله فقد أشرك. لكن الشخص المعين لا يحكم عليه بالكفر، يقال هذا الفعل كفر وشرك، فالاستغاثة بغير الله شرك والذبح لغير الله شرك. أما الشخص الذي ذبح لغير الله أو استغاث بغير الله هذا في تفصيل، إن كان عالما بلغته الدعوة وعلم أن الحكم الشرعي فهذا يحكم بكفره، وإن كان لم يعلم فإنه يعلم ويبين له، فإذا صار بعد ذلك حكم بشركه بكفره، لكن قبل ذلك لا يحكم بشركه، ما يدرى حاله، قد يكون جاهل، قد يكون له شبهة، فلا بد أن تكشف شبهته ويبين له الحق، فإذا بين له الحق وأصر حكم بشركه بعد ذلك.
لكن الفعل شرك، استغاثة بغير الله شرك وذنب غير شيء. أما الشخص هذا في تفصيل، إن كان يعلم الحكم ولغى الحكم فهو الشرك، وإن كان لم يلغ الحكم وعنده شبهة أو جاهل فلا بد أن يبين له ويوضح له الأمر وتكشف الشبهة، فإذا بين له وكشف الشبهة وأصر بعد ذلك حكم بشركه. نعم. ما يقوله على مشركي زماننا وعلى النفاث والمشبهة في وقتنا، قد يكثر أمثال هؤلاء شيخ الإسلام كما ستقرؤون ذلك في مقدمة الرد على البكري. البكري هذا الذي رد عليه شيخ الإسلام في مسألة الاستغاثة، كان يكثر شيخ الإسلام لكونه يمنع الاستغاثة ويرى ان الاستغاثة بغير الله شرك، لذلك البكري يكفر شيخ الاسلام. وهل شيخ الاسلام قابل تكفيره بالتكفير؟ لا، لم يكفره، بل يراه جاهلا، يراه انه لم يعلم البكري مع علمه لم يعلم حقيقة ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك لم يكفره. ولما جادل الحلوليين والجهميين ودعاهم إلى إثبات ما أثبت الله لنفسه وإلى الاكتفاء بالكتاب والسنة، عاندوا وشددوا وكفروا، فقال لهم: لو كنت أنا معكم أو كنت مكانكم لكفرت أو حكمت على نفسي بالكفر، ولكنكم لا تعلمون، أنتم جهال. عذرهم بالجهل مع كثرة علمهم في العقليات، لكنهم جهال في السمعيات. العلم الذي يخرج الإنسان من الجهل العلم الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء المسلمين أو هؤلاء المسلمون كما تعلمون كلكم، الذين ليل نهار يدعون غير الله ويذبحون وفي أموالهم نذور كثيرة للصالحين، ربما ما تطمئن نفوس بعضهم إن لم يكن في ماله نذر لشيخ ولرجل صالح ليحفظ ماله، ويطوفون ويفعلون، لكن مع ذلك لو درست أحوالهم وجدت أن لديهم شبه كثيرة. من ذلكم جاء طالب الريف ليدرس في الأزهر، فقال للشيخ، ذهب طالب الريف إلى قبر الحسين، فرأى الناس يطوفون ويصرخون ويدعون الحسين، يا الحسين يا الحسين يا الحسين. رجع الطالب إلى الشيخ فقال: يا مولانا، ما هذا الذي نراه؟ هل الإسلام ينكر هذا؟ قال له: اسمع يا ابني، هل تحب جبتي هذه؟ قال: نعم. قال: لماذا؟ مش علشاني أنا؟ قال: نعم، علشانك أنت. ولما كان قماشا معلقا في الدكان كنت تحبه؟ قال: لا. مش حببت الجبة علشاني أنا؟ قال: نعم، علشانك أنت. قال: هؤلاء يحبون الحسين علشان الله، ما دام يحبونه لله وعلشان الله ليس هذا بشرك، هذه من محبة الصالحين. وفضيلة الشيخ: لم نفرق بين الحب في الله والحب مع الله، محبة الحسين في الله عمل صالح نافع، محبة الحسين ومحبة جميع الصالحين في الله ولأجل الله عمل صالح يتقرب به العبد إلى الله، هذا ما جهله الشيخ. ولكن محبة الحسين مع الله شرك أكبر، هذا ما وقع فيه الناس، ولم يستطع الشيخ أن يفرق بين المحبتين. محبة الصالحين في الله لكونهم صالحين، لكونهم من عباد الله، لكونهم يحبون الله ويعظمون شريعة الله، إذا أحببت صالحا لذلك هذا عمل صالح من أعمالك، من أعظم الأعمال الصالحات، لك أن تتوسل إلى الله بمحبة الصالحين بهذا المعنى. أما إذا أحببت صالحا مع الله جعلته شريكا لله في المحبة بالتعظيم والخضوع له والطواف بقبره بعد موته والذبح له والنذر له، إذا فعلت ذلك جعلته شريكا لله
أحببته مع الله. هذه وجود مثل هذا الشيخ وأمثاله وما أكثرهم شبهة قائمة ينبغي أن نعتبرها شبهة نتوقف من أجلها في تكفير العوام حتى يتبين لهم الهدى. وأما من يشاقق الله ويشاقق رسول الله ويخالف شريعة الله بعد أن تبين لهم الهدى وسمعوا وعلموا وشرع لهم الأمر فقالوا بعد ذلك لا، لن نترك ما وجدنا عليه آباءنا ومشايخنا، وإن كان ما تقولون هو صحيح لكن لسنا لأولئك الذين ينساعون لكل شيء، ولكن نبقى مع مشايخنا وعلمائنا إن كانوا في النار فنحن معهم، وإن كانوا في الجنة ونحن معهم. عند ذلك يكفرون لأن الحجة قامت عليهم. وقبل ذلك ينبغي أن نلتمس لهم الأعذار، هذا ما أدين الله به، ولست وليس كلامي لبدع في هذا، ولي سلف من المحققين الذين دائما نستانس بمفاهيمهم، لنا سلف في هذا المعنى وواقع الناس يشهد لهذا. يعني كما قلت لكم لو وعظت هؤلاء وعظا بالكتاب والسنة وذكرتهم بالله وباليوم الآخر وجدت لديهم تأثرا. بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام لا يتهمون بالجفاء إن لم يتهموا بالمبالغة والغلو. أمثال هؤلاء معناه في قلوبهم شيء من الإيمان ولم تصب قلوبهم بالخراب الكلي، كما يقول شيخ الإسلام حقيقة الكفر خراب القلب، وإذا خرب القلب لا ينتفع الإنسان بالمواعظ والإرشاد ولو قرأت عليه الكتاب من أوله إلى هذا. والمسألة فيها نوع من التردد، لأن كثيرا من فقهاء المسلمين لا يرون أن يعذر المرء بالعذر الجهل إلا في الفروع، وأما الأصول لا يرون العذر في ذلك، والمسألة محل اجتهاد. لذلك أسجل هنا فأقول إن المشركين الأولين يشركون لله في حال الرخاء ويخلصون لله الدعاء في الشدة، بخلاف المتأخرين فإنهم يشركون في الرخاء وفي الشدة، بل في الشدة أشد إشراكا، وفي هذه الزاوية هم شركهم أغلظ من شرك الأولين. ولكن لا ينبغي أن يعمم هذا في جميع الأحوال، ولله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وآله. هناك كلام الشيخ ربيع يقول أن الذي يتكلم في هذه المسألة فهو حدادي متفكر، يعني هل هذا صحيح يا شيخ على أن دين محمد مندافع عنها؟ بارك الله فيك يا شيخ، هل هذا صحيح؟ لا يا أخي، كل أحد يأخذ من قوله ويتبعه. ربيع هذه ما تخلي رجل فيه خير وطيب وكذا، فهمت؟ نعم. لكن أي واحد منا، نعم، كلامه ما هو كلام نبي معصوم، يجد ويحب الخير، قد يصيبه وقد لا يصيبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سمحت الوالد عبد العزيز الرجبي؟ نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، سمعنا بصوت الشيخ الحيدان كلاما دافع فيه عن الشيخ ربيع المدخلي وقال إنه من علماء السنة، ثم نقل لنا البعض عنكم أنكم تبدعون الشيخ ربيع وتخرجونه من دائرة السنة. نعم، من ترى الانترنت فضل يا شيخنا بارك الله فيك، من ترى على الانترنت بعض الحدادية يروجون هذا الكلام؟ نعم، لا يا شيخنا جزاهم الله خير، لا يا شيخنا الله يكرمك. يعني هالشيخ ربيع من علماء اهل السنة، علماء السنة؟
يعني أنت الآن تزيخنا أن الشيخ ربيع من أهل العلماء أهل السنة. تكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. قال زول ده كذاب كذب علي. نشوف ذاته أصل فتاوى الشيخ الفوزان في مسألة العذر بالجهل. طيب سؤال للشيخ الفوزان، يوجد في القنوات الفضائية، أنا بقرأك الكلام كامل، يوجد في القنوات الفضائية من يقول إن اليهود والنصارى إخواننا في الإيمان، فما حكم هؤلاء؟ هل يكفرون؟ الجواب: من قال إن اليهود والنصارى إخواننا فإنهم يكفرون بذلك إلا إذا كان القائل جاهلا، إلا إذا كان القائل جاهلا فإنه يبين له، فإن أصر يعني بعد ما يبين له ثاني بقى ما جاهل، فإن أصر فإنه يحكم بكفره، وأما إذا تاب تاب الله عليه. فإذا بعذر بالجهل ولا ما بعذر؟ بعذر. وكمان عنده توبة ولا ما عنده؟ عنده توبة. طيب الصفحة 44 من نفس الكتاب، الصفحة رقم كم؟ 44، في شرح الشيخ الفوزان للناقض الثاني من نواقض الإسلام. سؤال: هل لثبوت الردة شروط معتبرة؟ الجواب من هنا يا جماعة من الشيخ الفوزان. الجواب: شروط الردة، أولا أن لا يكون معذورا بالجهل، أن لا يكون معذورا بالجهل، كأن يكون ما بلغه شيء أو عاش في بيئة بعيدة عن المسلمين ولم يسمع بشيء ولا بلغه شيء، هذا لا يحكم عليه حتى يبين له ويشرح له أن هذا شرك وهذا كفر. انتهى كلام الشيخ الفوزان.